السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن الفنانة الجميلة زوزو نبيل. اسمها الحقيقي عزيزة إمام حسين، اتولدت في المنوفية عام 1920. ولما حبت زوزو نبيل إنها تمثل وهي كانت لسه صغيرة، أمها قالت لها لو عملت كده هضربك بأسلحة الدمار الشامل. لكن بعد بكاء وتوسلات لأمها، وكمان وعدت أمها إنها تكون مثال للشرف والاستقامة، أمها وافقت وقالت لها روح والقلب دعيلك. بدأت رحلتها مع الفن لما التحقت بفرقة مختار وعثمان واستمرت معها، وبعد كده انتقلت لفرقة يوسف وهبي. أول أفلامها السينمائية كان فيلم الدكتور في عام 1937، واشتهرت كمان بأدوار الأم المنحرفة والزوجة القاسية. وكانت بدايتها السينمائية لما قامت بدور صديقة أم كلثوم، وده كان في فيلم سلامة. وكررت نفس التجربة مع شادية في فيلم لحن الوفا، وكان آخر أفلامها المرأة والسطور، إلا أنها ماتت قبل افتتاح الفيلم. وكمان شغلت العديد من المناصب في الخمسينيات، عملت كرقيبة لمدة 3 سنوات في رقابة المصنفات الفنية بمصلحة الفنون. كمان تولت إدارة المسرح الشعبي بوزارة الثقافة عام 1959، وبعدها اشتغلت في المسرح ما بين عام 1962 لعام 1964. وكمان كانت بتقوم بالتدريس لمادة الإلقاء بمعهد السينما مع الفنان عبد الوارث عسل، وفي الثقافة الجماهيرية لغاية ما وصلت لدرجة وكيل وزارة. عادت زوزو نبيل إلى السينما في العام 1989 في فيلم المرشد مع الممثل محمود الجندي، بعد انقطاع عن السينما لعقد من الزمان. نجحت كمان في تقديم الأدوار المركبة والصعبة، والأمر ده خلى المخرجين يحطوها على رأس قائمة اختياراتهم، لدرجة أن المخرج حسن الإمام أشركها وحده في 12 فيلم من أفلامه، وكان أولها فيلم أسرار الناس. وكان الملفت للنظر أنها قدمت معظم أدوارها أمام الراحل محمود المليجي، ومن أهم أعمالها مصنع الزوجات، حب حتى العبادة، اعترافات زوجة، الخرساء. وكمان رفضت الاعتزال حتى لما كبرت في السن، وعندما انتشرت شائعة اعتزالها سنة 1989، وده لبلوغها سن 75 سنة، قالت أنا الآن في 75، والتمثيل بيخليني على الأقل أصغر ب10 سنوات، ولو اعتزلت التمثيل سأكبر 10 سنوات، فأكيد سأختار أن أصبح في 65 بدلا من 75. وكان آخر أفلامها هو الفيلم الكوميدي رجل مهم جدا مع فاروق الفيشاوي ومعالي زايد، وده في عام 1996، إلا أنها توفيت قبل عرض الفيلم بحوالي 5 شهور. اتجوزت الفنانة مرتين، الزواج الأول لما كانت صغيرة في السن، ومات جوزها الأول وكان اسمه سامي عاشور بعد فترة قصيرة من جوازهم، وأنجب منها ابنها الوحيد نبيل، وده كان ضابط في الجيش المصري، إلا أنه استشهد في حرب أكتوبر، ولها منه 3 أحفاد. أما الجواز الثاني للفنانة شغل منصب وكيل وزارة، وبعد الجواز انتقل للعيش مع زوجته الأولى وأولاده إلى بيت الفنانة، إلا أنه توفي هو الآخر. وكانت زوجة نبيل بتخبي حقيقة سنها في بداية مسيرتها الفنية، ولما سألها واحد من الصحفيين عن سنها الحقيقي، وده كان في عام 1954، قالت له أنا لو حلفت على المصحف عن سن الحقيقي محدش هيصدقني، فما فيش داعي. كمان حصلت الفنانة على جواز كتير، منها جائزة التمثيل عن فيلم أنا حرة، كمان كرمت من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 1995، وتم تكريمها أيضا من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1996، ولكنها لم تستطيع الحضور، وذلك لمرضها في آخر أيامها، واستلمت الجائزة عنها زوجة ابنها. توفيت في 3 مايو 1996 نتيجة التهاب رئوي حاد وعجز في القلب، وده قبل عرض فيلمها الأخير رجل مهم جدا بحوالي 5 شهور، وشيعت جنازتها في مسجد الحميدية الشاذلية بالمهندسين، ودفنت بمقابر 6 أكتوبر. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.